اهلا بيكم متابعينا متابعي موقع في الجول. النهارده يوم جديد من ايام كاس العالم وتحديدا اليوم الثاني من دور ال 16 في مول العرب، جايين علشان نعمل السحب على السؤال نزلناه على صفحتنا على الفيسبوك. انجلترا توجت باول كاس عالم ليها سنه كام؟ انجلترا في العموم كسبت كاس العالم مره واحده سنه 1966. تعالوا بقى نعمل السحب ونشوف مين سعيد الحظ اللي جاوب صح ويكسب النهارده معانا فاوتشر بقيمة 1000 جنيه مقدمة من فاليو. يلا بينا نعمل السحب. سعيد الحظ هو مؤمن. مؤمن كسب معانا فاوتشر بقيمة 1000 جنيه مقدم من فاليو، هنتواصل معاه ما بين الشوطين عشان نسلمه الفاوتشر. وبعد ما عملنا السحب معانا سعيد الحظ مؤمن حسيب اللي جاوب صح على السؤال نزلناه على صفحتنا على الفيسبوك. انجلترا كسبت كأس العالم سنة كام؟ وكالعادة ببقى حابب اسمع الإجابة تاني قدام الكاميرا. 1966. طب فاكر نتيجة المباراة؟ كانت 4-2. عاش، تمام. طيب اديني انطباعك بقى عن الفاليو ارينا، قول لي اكتر حاجه عجبتك وانطباعك عن المكان بشكل عام. المكان جميل قوي عشان كل حاجه فور فري. انا شايف هنا شاشات عرض كبيره وبين باجز، شاشتين في بين باجز ولاونجز وكراسي، والمكان لذيذ يعني. وشايف بلاي ستيشن برضو، يعني اجواء بصراحه بلاي ستيشن وبينج بونج وبازل بقى وحاجات كده، كونكت فور وحاجات كده. طيب هتعمل ايه بقى بالفاوتشر بتاع فاليو؟ والله انا كنت محتاج سماعه فهو هيزق معايا يعني الدنيا شويه. طيب حلو، اسالك بقى سؤال في الكوره، انت بتشجع مين في كاس العالم؟ كده كده ارجنتين يعني. كده كده انت واخد القرار وشكلك ميسي. طب يعني تتوقع الارجنتين هتوصل لفين في كاس العالم؟ النهائي ان شاء الله. وتعمل ايه في النهائي؟ هتكسب كده كده. لو تتوقع النهائي هيكون ما بين الارجنتين ومين؟ ارجنتين و اتوقع فرنسا، فرنسا او امريكا يعني. يعني تمام. ان شاء الله نشوفك هنا تاني، احنا متواجدين هنا على مدار كاس العالم وفي فاوتشرز كتير ان شاء الله على مدار كاس العالم، نشوفك تاني في الفاليو ارين. وكعادة نهاية كل سحب حابب أفكركم عشان تفوزوا معانا بالفاوتشر اللي بقيمة 1000 جنيه لازم إجاباتكم تكون موجودة في الفاليو أرينا. وزي ما أنتوا عارفين الفاليو أرينا موجود في ثلاث أماكن، موجود في مول العرب، وموجود في الأوبن إير مول في مدينتي، والجيت واي مول في الرحاب. مستنيينكم هناك.